مساء الخير. تفاح الأرض أو البابونج نبتة أصلة من منطقة البلطيق، استخدموها الإنجليز من 400 سنة للتخفيف من وجع الرأس، وقبلهم اليونان، وبينزرع البابونج بمناخ مشمس وأرض جافة بفصل الربيع والخريف. بالعودة لطقسنا، شتوي مستقر نسبياً مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة والرطوبة متوسطة، البحر معتدل الموج وحرارة مياهه 18 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ولبكرة طقسنا غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الليل. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 5 بالبقعة درجتين والأرز 3 تحت الصفر، ومنبقى أيضاً بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن أبي سمرة 19، راشانة 17، ننتقل من بعدها إلى الصنايع 20 وكفرية 20، الناقورة 18، كفر رمان 14، بكفية 16، حصرون 6، عرسال 16، وبريصة 19. الرطوبة بتتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 12 أدنها أقصاها 20، نهار الاثنين تتراوح بين 12 و20، ونهار الثلاثة بين 13 و21. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 16، الرياض 30، الجزائر 16، والرباط 19، ومننهي مشوارنا بباريس 11. وهيدا كان كل شيء. باي.